وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح سعادة النائب غازي آل رحمة عضو مجلس النواب أنه خلال زيارة الوفد البرلماني البحريني إلى جمهورية باكستان، تم عرض تجربة مملكة البحرين في دمج احتياجات المرأة البحرينية ضمن برنامج عمل الحكومة، وما تحقق من تقدم متميز في مجال تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين الجنسين. طبعا تم التأكيد على أهمية الدعم النيابي للتعاون بشكل عام الاقتصادي الاستثماري بين البلدين الصديقين، وما يحققه من تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه أهل البلاد المسجدة، والتأكيد على حرص مجلس النواب البحريني على دعم جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله في له تعزيز المسارات التعاون في مختلف المجالات. طبعا احنا دائما ما نفخر بتجربة البحرين في تمكين المرأة وفي وجودها في المجلس النيابي، وهذا شيء نفخر فيه احنا في مملكة البحرين، وهذا ما تم استعراضه مع الأخوة السادة النواب في الجمعية النسائية في اجتماعنا معهم مع السيدة فوزية زينب.